النهاردة هنشوف سوا وحدة الإنقاذ البحري الخاصة برجل الإطفاء سام. فيها طبعا مميزات كتير جدا زي أوضة جاهزة وكمان أسانسير ومميزات تانية كتير. على ظهر العلبة ممكن نشوف شكل مركز الإنقاذ بيكون عامل إزاي، وبنشوف كمان مميزات اللعبة دي. بس خلينا الأول نطلع اللعبة من الكرتونة بتاعتها وبعدين نركبها كلها وبعدين نشوف المميزات بتاعتها سوا. هنطلع كل حاجة من العلبة وبعد كده هنركبها كلها الأول، وبعديها نتقابل تاني بعد وقت قليل مش كتير. خلاص ركبنا اللعبة كلها، تعالوا بقى نلف حوالين المركز ونشوف هو عامل ازاي. هنا الشخصية بتاعتنا موجودة اهي، ممكن تلبسوا جاكيت الإنقاذ، ممكن تلبسوا الخوذة كمان. في كمان هنا زرار إنذار، لما بندوس عليه لمبة الإنذار بتنور وبنسمع صوت سيرينا، وده طبعا بيستخدم في حالة الطوارئ لمعرفة مكان المهمة. وكمان ممكن تطفي الإنذار ده خالص باستخدام الزرار ده. في كمان ميكروفون في اللعبة علشان تستخدمه بنفسك في التحذير عن وجود مهمة. ألو عمليات، ألو عمليات. وعندنا كمان هنا وينش ممكن تشد الحبل بتاعه وتشبكه في موتوسيكل المايا جونو. في خطاف ورا خالص هنا. بعد كده بنبتدي نلف بكرة الوينش عشان نسحب موتوسيكل المايا ونطلعه لمكانه في مركز الإنقاذ. الموضوع ممتع جدا وجميل. في كمان أسانسير تقدر تركب الشخصية وتنزلها لسطح المية، أو تطلع بيه الشخصية لمهبط الطيارات الهليكوبتر. مهبط الطيارات ده ممكن يتفرد ويتني، ده معمول مخصوص علشان طيارة رجل الإطفاء سام اللي اسمها ولبي. في كمان فوق خالص أنوار إنذار بتشتغل لما بنضغط عليها بالشكل ده، وكمان لو ضغطنا عليها تاني بتنطفي. دي بتبقى مهمة قوي علشان الطيارات اللي طايرة تقدر تشوف ان في حالة طوارئ. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، هتلاقي هنا فيديوهات تانية كتيرة لو حابب تشوف تاني. ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو ده واشترك في قناتنا علشان يوصلك اي فيديو جديد.